مساء الخير أحبائي وأعزائي من اليوم السابع. النهاردة هنتكلم عن مدونة غريبة الشكل. والدة يوستينا تستغيث بالنائب العام وتؤكد أنها لم تترك حق ابنتها مهما حصل. كتب لنا الأستاذ الصحفي جرجس قدسي الصغير وبيقول لنا: استغاثت والدة يوستينا جميل أيوب الفتاة التي تعرضت للتحرش والاعتداء بالنائب العام، وأكدت إنها لم تترك حق ابنتها وما قالته عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. استغاثة لسيادة النائب العام رغم إنهم سمحوا للمتهم محمد أحمد جابر بتقديم تقرير طبي، والمؤكد ان التقرير تم عمله بعد الواقعة بحوالي 6 ايام على الاقل لتأكيد الادانة علينا. هو ليه الحق يرفض تقرير وهو اللي ضارب، وانا ماليش الحق ان اخد صورة رسمية من المحضر ولينا 14 يوم من تحرير المحضر؟ بقدم طلب رسمي 5 مرات وما باخدش صورة رسمية ولا باخد الطلب المقدم، مع العلم اني رحت عشان الطلب ده 7 مرات في 14 يوم. مش عارفة ايه السرية في كده، السرية دي على المجني عليها انا. وقالت كمان: انا من حقي اخد صورة رسمية في اي مرحلة من مراحل التحقيق، ده القانون اللي بيقول كده. بتقول: يا سيادة النائب العام، أنا تقدمت لمعاليكم باستغاثة لمكتبكم في الرحاب، وأرسلت ليكم تلغراف، عملت تلغراف للرئاسة وفاكس للرئاسة، وعملت شكوى لمجلس الوزراء، وكل حاجة معايا رقمها. إيه اللي فاضل عشان أجيب حق بنتي؟ معقولة صوتي ما وصلكش يا ريس؟ مش فاضل أمامي غير شيء واحد، وهو الاعتصام داخل المحكمة. وأنا قلت كده النهاردة لوكيل النائب العام: أنا مش هسيب حق بنتي مهما حصل، حق يوستينا جميل لازم يرجع. البنت مضروبة وشها ومراخنها، وكل ده ليه؟ عشان شخص راكب سيارة فارهة تافه ينزل ويتعرض لفتاة ويتحرش بها جسديا ولفظيا وكل حاجة قلة أدب بيعملها، وفي الآخر يتهموا الأم إنها تعرضت للسب والضرب للشاب محمد بيه. حرام، بجد حرام اللي بيحصل، كفاية ظلم وقهر من الأغبياء. تخيل إن دي أختك أو بنتك، مش هتجيب حقها؟ البلد بتعمل كل اللي عليها. يا سيادة الرئيس، احنا لما صدقنا ان معاليك بدأت تنقذنا من هذا الوباء ومن الفساد اللي بيحصل، ارجوك بلاش تفرقة عنصرية يا رئيس، ارجوك ارجوك. بنتوسل اليك، الاقسام بقت حاجة مهزلة بهدلة وقلة قيمة، ومش عايز اقول لك ايه، بندخل كأننا بيتحقق معانا، بنطلب أي طلب كأننا عبيد عندهم. يا ريس أرجوك أرجوك شد شوية على هؤلاء. أنا عارف إن أنت بتحارب الفساد وعارف إنك بتعمل كل اللي عليك، بس رجاء يا ريس الكل يشتغل معاك. أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير اللي بتحارب الفساد، ومن اليوم السابع اونلاين مع قارئكم والكاتب الصحفي جرجس قدسي، شكرا لكم احبائي واعزائي، واتمنى لكم الخير والدايما وسلام لكل مصر من جميع يعني اولادها، سواء قبطي مسيحي قبطي مسلم، كلمة قبطي هي مصر. شكرا لكم، واتمنى لكم كل خير وسعادة وسلام، وان شاء الله هيرجع حقك يا بنتي، ولو مرجعش على الارض هيرجع في السماء. الله ضابط الكل وما بيسمحش ابدا للظلم نهائيا.
شكرا لكم، واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ومستني تعليقاتكم الجميلة.